اهلا ومرحبا بكم في عدد جديد الماستروك. في هذا العدد غادي نهضروا على جوج ديال الفينومينات اللي كاملين فايت سمعنا بهم واللي كنقدروا نشوفوهم بعينينا كل عام، اللي هما الكسوف والخسوف. راه قلال اللي عارفين الفرق بين الكسوف والخسوف وعلاش كيوقعوا. يوم ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو على اصحابكم ولا افراد العائله ديالكم باش تاوما يتقفوا على هذه الاحداث الفضائيه. يلا دابا نفهموا الفرق ما بين الكسوف والخسوف. الخسوف راه باش كتكون الارض ديالنا من بين القمر والشمس، يعني ان الخسوف هو باش الظل ديال الارض ديالنا كيغطي القمر. كاينين جوج ديال انواع الخسوف، الخسوف الجزئي ديال القمر باش غير جزء ديال الارض كيكون من بين الشمس والقمر، وفي هذه الحاله كيكون الظل ديال الارض كيبان غير صغير بزاف وما كيغطيش القمر كامل. والخسوف الكلي في هذه الحاله يعني كاع الارض كتغطي اشعه الشمس اللي غاديين للقمر، وفي هذه الحاله ما كيبقاش كاع يبان القمر من السطح ديال الارض. وهذه واحد الفيديو اللي صايبتها اللي كتوري لكم ان الا كنتو في السطح ديال القمر كيفاش غادي يقدر يبان لكم الكسوف باش الارض كتغطي اشعه الشمس على القمر. ايوا دابا علاش القمر كيبان لنا احمر باش كيكون الخسوف ديالو؟ باش كيكون الخسوف كلي كيولي يبان القمر احمر لحقاش الاشعه ديال الشمس اللي كيوصلوا ليها كيجيو من الحافه ديال الارض، والحافه ديال الارض فيها الغلاف الجوي اللي كيبعثر كاع الاشعه الزرقاء اللي كيجيو من الشمس وما كيخلي يدوز غير الاشعه اللي مايلين للاحمر. هاد الفينومين فايت فسرتو لكم في اول فيديو ديالي اللي كيشرح علاش السما زرقاء. ايوا سيروا شوفوا هذيك الفيديو الا بغيتوا تعرفوا اكثر على التبعثر ديال اشعه الشمس في الغلاف الجوي ديال الارض. الخسوف ديال القمر كيوقع كل عام، واخر واحد كان يلاه في 26 شهر ديال باي 2021، والخسوف الجاي غادي يكون في 16 ماي 2022. لهذا الخطره غادي يبان لنا خسوف كلي من المغرب، يعني غادي يقدر يبان لنا القمر احمر. وراه كاين بزاف ديال المواقع في الانترنت اللي كيوريو فوقاش غادي يوقع الخسوف ديال القمر وفين تقدروا تشوفوه مزيان. ايوا دابا من فهمنا مزيان الخسوف ديال القمر غادي نفهموا دابا شنو هو الكسوف ديال الشمس. الكسوف هو باش كيكون القمر من بيننا والشمس. فهاد الحاله راه الظل ديال القمر اللي كيضرب الارض وكيغطي علينا اشعه الشمس، حتى لدرجه ان في بعض الجوايه ديال الارض كيوليو مظلمين واخا في النهار. حتى الكسوف ديال الشمس كيقدر يكون جزئي اولا كلي على حساب فين حنايا في الارض. كتبان لنا الشمس في السماء بحال شي خاتم باش كيكون الكسوف كلي، يعني ان كاع القمر كيغطي الشمس. غير عندكم راه مزيانش تشوفوا الشمس نيشان بلا حمايه على عينيكم، وراه تقدروا تشريو الفلتر الشمسي اللي بفضلو تقدروا تشوفوا الشمس بلا ما تعوروا عينيكم، وغادي تلقاو واحد اللين في تفاصيل الفيديو من تقدروا تشريو هذا الفلتر. هاد الفينومينات ديال الكسوف والخسوف ما كيوقعوش بزاف لحقاش المدار ديال القمر على الارض مايل شويه وكيتناسب مع المدار ديال الارض على الشمس. هادشي اللي كيخلي ان الكسوف والخسوف احداث فضائيه اللي كيبانوا لنا كل عام، ولكن كل وزهرو واش غادي يقدر يبانوا لهم كاملين اولا غير جزئيين. ايوا كنتمنى انكم فهمتوا معايا منين كيجي الكسوف والخسوف وشنو الفرق ما بيناتهم. ما تنساوش تابوناو في لاشين ماستروك اول شين ديال الاسترونومي بالدارجة، وتلايكو وتكومنتيو هاد الفيديو وتبارطاجيوها على الاصدقاء والافراد العائلة ديالكم. باي باي.